السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة شيوات الميمة. اليوم ان شاء الله غنحضر ميني باركيك بالكاكاو. المقادير اللي غنحتاج ليهم: 130 غرام ديال الحليب، 110 غرام ديال الدقيق الابيض، غنحتاج بيضة، جوج المعالق كبار ديال السكر سنيدة اي السكر الخشن، معلقة كبيرة ديال الزبدة، فاني وحدة، خمارة كيماوية وحدة، معلقة كبيرة ديال الكاكاو. دابا غنبداو على بركة الله. غناخد إناء فاش غنخدم، غنوضع بيضة، نضيف عليها جوج معالق كبار ديال السكر، نضيف فاني، نحرك من بعد ما خلطت البيض مع السكر. دابا نبدا نضيف الحليب، ونضيف الزبدة، معلقة الزبدة اللي كانت عندي دوبتها، نبدا نضيف الدقيق، شويه ديال الدقيق، نضيف خمارة كيماوية والكاكاو. نبدا نضيف الكمية اللي بقات عندي ديال الدقيق شوية بشوية، أنا وضعت المقلاة فوق النار، تكون المقلاة ما كتلصقش. ناخذ خليط ديال الباركيك، نوضع بحال هاد الشكل، هاي شدات فرنسا، دابا نقلبوها بحال هاد الشكل. هو البانكيك طاب وجد لينا. دابا غندوز باش نزينو. غنحتاج لتزيين القشه الطاريه، بداتها هنايا في بوش القشه الطاريه طالعه. دابا غناخد هاد الاناء هذا، غنوضع فيه البانكيك ديالنا على الشكل هذا، هاد الشكل، تنحشيه بالقشة الطارية من الداخل ديالو. التزيين كيبقى اختياري، كل واحد حسب الذوق ديالو. بحال هاد الشكل تنغطيهم على هذا الشكل هذا. وانتو معايا بحال الشكل هذا. عندي هنا شكل اسود دوبته، ناخذ البانكيك هذا اللي حشيناه بالقشطه، كنغطسوه هنايا وسط قلب الشكلاط بحال هذا الشكل هذا.
تلوطو هنايا بحال هاد الشكل. نفس العملية كنديرها كاع البانكيك اللي عندي. هاو البانكيك اللي حضرنا اليوم في الشكل ديالو النهائي. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو عملوا لايك، بارطاجيو الفيديو مع العائلة ديالكم الاصدقاء. الى اللقاء.